طب احنا وصلنا الفقرة دلوقتي، ودي الفقرة اللي قبل الأخيرة أو جزء من الفقرة اللي قبل الأخيرة، إن هو الجمهور بيسأل والضيف بيجاوب. احنا ادينا لك حقك إنك قلت كل حاجة أنت عايزها، الجمهور ليه حق علينا إن يسألنا وإحنا نجاوب. جاهز؟ أه جاهز طبعا. أهم هدف سجلته في حياتك وبتعتز بيه؟ نهائي كاس مصر 92 اهلي زمالك. اهلي زمالك وده اللي بتعتز بالهدف ده قوي؟ بعتز بيه جدا جدا. اللي بعده حضرتك لعبت للكروم وللاهلي وللزمالك، عايز اسال حضرتك ايه الفرق بينهم؟ الفرق بين الثلاث انديه النادي الاهلي، مش هقول اكتر من كده. اللي بعده كابتن ايمن شوقي، ايه اللقب اللي بتعتز بيه في حياتك؟ اللقب اللي بعتز بيه القناص. القناص. اللي بعده ليه المهاجمين بقوا قليلين في الكره المصريه؟ حلو. دي يسال عليها. بص يا كابتن، انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده بس هاخد وقت كبير جدا. لا ما عندناش وقت، فخلينا طالما عشان ما عندناش وقت. الاهتمام بالناشئين ما بقاش زي زمان خالص خالص. كله بقى بيعتمد على انك تشتري الجاهز وما بتبصش لقطاع الناشئين عندك، فاثرت على المواهب ونظره المواهب. اللي بعده كابتن ايمن شوقي، بوجه سؤال لحضرتك، بتشوف نفسك في مين دلوقتي في الملاعب؟ متهيألي انا رديت لما قلت ان انا يعني شريف الاقرب. محمد شريف. محمد شريف الاقرب. اللي بعده بحب اسال كابتن ايمن شوقي، هو هل لقى نفسه في شغله الجديد في قناه الاهلي كمقدم برامج ولا لا؟ يعني كنت من البدايه انا يعني وافقت على التجربه، وكنت متخوف في البدايه، ولكن يعني الحكم للجمهور. خلصنا من فقره حق الجمهور، لان زي ما بنقول الجمهور ليه حق، زي ما بندي لك حقك الجمهور ليه حق ان يسال وانت بتجاوب. انت جاوبت على الكلام ده كله.